أحب أن أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة، الدحداح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء، تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض، وفتح صندوق الجنازة، وحمل الميت ودلي في القبر، وكان الحفار في القبر، تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما رأى، ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهب به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى، هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر. كانت المرأة مضت، ما لك؟ قال له والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعلها دواهم، لعله كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أين؟ بأي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتك؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. مالك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا، الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك، واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي، جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45 50 سنة،
نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم، لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه، بهذه المعاملة الطيبة. ليه؟ إذا صدق ما يتعلم العلم حتى يأخذ شهادة ويعلقها على الجدار وبس، ما يتعلم العلم ليقال عالم، ما يتعلم العلم من أجل أن يكون له راتب يعيش منه في الدنيا، هذه مطالب دنيوية يجعلها آخر المطالب. لكن قصده الأول هو أن يمتثل أمر الله الذي أشار إليه أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم لما قال أول آية نزلت في كتاب الله قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ليست هذه الحادثة الوحيدة، كلكم يسمع بالإمام النووي، تسمعون فيه أم لا؟ تسمعوا فيه وبتقرأوا كتبه، جميل. شيخه مين؟ شيخ أبو شامة المقدسي، شيخ النووي، مدفون عندنا في الدحداح أيضا، تربة الدحداح. في يوم من الأيام امرأة صالحة عندنا في الحي، حي السمانة بدمشق، قالت أنا إذا مت دفنوني على أبي شامة المقدسي. وأبو شامة المقدسي قد صار له الآن متوفي؟ كم سنة؟ 700 سنة. ذهبوا إلى الدحداح، المحفار رفض أن يفتح القبر عليه، قال هذا رجل عالم ما أفتح القبر عليه، لا بد أن تفتح. أنا لا أفتح. من هنا كذا اختلفوا، ترك المقبرة ومشى. جاء الناس وحفروا القبر، وإذا بهم يجدون أبا شامة بحاله 800 سنة، 750 سنة، جسد كما هو في القبر. أنا ما أقول هذا خيال أيضا ولا من ألف ليلة وليلة يا أخواننا، مو قصة عنتر أبدا، حقيقة. لأني أسمي أسماء من رآها. مين رآها؟ بتسمعوا الشيخ عبد الرزاق الحلبي بالشام؟ عمه شيخ عيد الحلبي كان موجودا في دار الشيخ الأكبر، محدث دمشق الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، كنا نقيم الختم كل يوم جمعة في داره، وكان موجودا في إحدى هذه الجلسات. وجاء والدي رحمة الله عليه وقال له سمعت عنك قصة. قال ما هي؟ قال أنت كنت لما فتح قبر أبي شامة ورأيته بعينه، وكان يشتغل بائع أقمشة الشيخ عيد الحلبي، عم للشيخ عبد الرزاق الحلبي. قال له نعم والله كنت موجودا ورأيته بعيني، لم يتغير فيه شيء إلا أن الكفل قد بلي، فذهبت إلى محلي وأتيت بكفن جديد وكفنته بيدي، ووالله لما أضع يدي على خده يغيب الدم ثم يعود. الله، هذه قصة ثانية بالدحداح أيضا عندنا، ما نتكلم خيال وإنما نسمي أسماء ووقائع ونسمي. والمقبرة موجودة والدحداح قريب في الشام، ولو زرتم دمشق إن شاء الله
تذهبون إلى جامع التوبة وندلكم على قبر أبي شامة المقدسي رضي الله تعالى عنه. كما أن الميت يكرم في قبره كذلك يعذب. في دليل عليه؟ نعم، أذكر لكم قصة لا تزعلوا، ولا طالت القضية. كان رجل عن جامع السنانية في دمشق، جامع السنانية بباب الجابية، من الأسماء بالضبط، يقف ويشحب يسأل الناس صدقة. طلعوا الناس من الصلاة يوم وإذا به عم يسأل صدقة. والله يا جماعة أنا جوعان، أنا ما أكلت من زمان، وأنا كذا، وما عندي وما عندي. طيب خير إن شاء الله، شو جاي على بالك؟ قالوا والله جاي على بالي أكلة لبنية. تسمعوا بأكلة اللبنية؟ بيش. قال له والله أنا عندي لبنية، تروح اللي عندي تأكلها؟ قال له إيه والله بأكل. حمله وأخذ معه على بيته، دخل على البيت وحط له لبنية وطعمه لبنية، أكل وشرب وكذا، وإذا به جاءته أزمة فمات عنده في البيت وانتهى، قبض، ابتلي به. من أين جاء هذا البلاء؟ أراد يتصدق وإذا به ابتلي به. سأل الجيران كذا، أجوا فتشوا عملوا، ما في، ما عرفنا لا في عنده هوية، لكن هم عم يبحثوا لقوا في ثيابه شيء يعني ثقيل، تالي أخذ الليرات الذهبية مخيطة بالثوب تبعه، ليرات، عدة ليرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، عم يشحن والليرات الذهبية بثيابه. مهم، عملوا كملوا التشييع والدفن، دفنوه بدومة، بدومة، ما لقوا قبر بدومة، حطوه بدومة. وبعد فترة عرف أهله، لكن كانوا بقى بها الأثناء فتشوا في الثياب، وجدوا 33 ليرة ذهبية. كم ليرة؟ 33 ليرة ذهبية وجدوها في ثيابه، جمعها وخلها عنده حتى عرف أهله، مضى وذهب إلى الدار وطرق الباب وقال لهم هذا فلان قريبكم؟ نعم، صار له غائب زمان وما عرفنا فينه. قال لهم والله الله توفاه، ونحن شيعناه ودفناه بدومة، وجدنا هالمصاري بجثوه. شو 33؟ أعوذ بالله، هدول أكثر من 100 ليرة، أنتوا أخذين الباقي ولازم تعطونا إياهم فورا. ابتلوا، صار خلاف بين أهله وهذا الرجل اللي عمل المعروف وجاب لنا الأموال وقال له خذوها هذه لكم. ماذا، كيف ينتهي الأمر؟ ذهبوا إلى رجل، سمعتوا بالشيخ أحمد الحبال عندنا بالشام، توفي من يعني قريب جدا، والده الشيخ صالح الحبال كان موجود، راحوا يحتكمون إليه، قالوا لك الموضوع كذا كذا، وهذول عم يطلبوا 100 ليرة أقل تقدير، وهذول بيقولوا إنه ما عندنا غير 33. قال لهم دايما نرجع إلى كتاب الله ونستفتي في هذه القضية. الله تعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إيش؟ فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب يعني شو نعمل؟ نسأل الله عنه؟ قال لا، تروحوا على القبر وافتحوا القبر وشوفوا جسده، كم لطعة على جسده؟ قال والله حل معقول، وراحوا فتحوا القبر وجدوا 33 لطعة على جسده، فصدقوا حينئذ بأنه أمين وأنه أتاهم بالمال، والحمد لله رب العالمين.